لقد تأسست شركة ميديكال آرشي ميد في عام 2004 في مدينة إسطنبول، وتقوم الشركة بتوفير منتجات التكنولوجيا العالية للأسواق الوطنية والدولية. وبدأت الخدمة في القطاع الطبي منذ سنوات طويلة، ولها خبرة طويلة في مجال التصنيع. ومن خلال توقعات العملاء لها والجودة العالية التي يتمتع بها موظفوها من ذوي الخبرة الفنية ومع منتوجها القوي، تضع العلامة التجارية آرشي ميد في مقدمة سوق منتجات التكنولوجيا المتقدمة. نسعى في شركة ميديكال آرشي ميد إلى تبادل المعرفة والخبرة مع عملائنا الكرام، فنزيد من تنوع المنتجات باتجاه طلبات واحتياجات العملاء يوما بعد يوم، ونعمل مع مجموعة منتجات محدثة ومتجددة باستمرار. تتابع شركة آرشي ميد بكل حرص التغيير والتطوير في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعليقات وآراء العملاء، وتهدف إلى أن تكون علامة تجارية مفضلة في هذا القطاع. هدفنا هو تقديم خدمة منتجات آرشي ميد للقطاع الطبي مع معايير الجودة العالمية. تنتج شركتنا كراسي غسيل الكلى والعلاج الكيميائي، كراسي جمع الدم، كراسي الأنف والحنجرة، وكراسي العناية بالبشرة وزرع الشعر، طاولات أمراض النساء، طاولات المستقيم والجراحة، طاولات فحص طب الأطفال، أسرة المرضى، أسرة مرضى الآي سي يو، والنقالات. يتم تصميم منتجاتنا من قبل مهندسين من ذوي الخبرة جنبا إلى جنب مع توقعات وآمال عملائنا. لدينا في مصنعنا أحدث الأجهزة والتكنولوجيا، أنبوب الليزر CNC يتم التحكم به باستخدام الحاسب الآلي، آلات قص الألواح، روبوتات اللحام، وآلة الطحن المخرطة CNC، أنظمة الطلاء بالمسحوق الكهربائي الأوتوماتيكي الكامل، آلات التشكيل الحراري البلاستيكية، وآلات الحقن. ويتم تنفيذ الإنتاج من قبل موظفين المدربين وفقاً لمعايير ISO 9001:2015 و ISO 13485. على الرغم من كونها شركة متوسطة الحجم، وقد تم الاعتراف بها في القطاع الطبي في خلال فترة وجيزة بفضل الأهمية المعطاة من قبل الشركة لجودة منتجاتها، بالرغم من صعوبة تحقيق ذلك منذ أول تأسيس لها، ولم تتخلى أبداً عن مبادئها. تواصل شركة ميديكال آرشي ميد تحقيق هدفها بالتعاون مع جميع موظفيها والاستمرارية في الإنتاج عالي الجودة من قبل شركتنا، الذي تم تحديده ليكون هدفاً أساسياً ولا غنى عنه للتنافس في السوق الوطنية والدولية. إن مبادئ شركتنا التي لا تتغير هي لطالما كانت جودة الخدمة والتسليم في الوقت المحدد والتسعير المعقول للوصول إلى أعلى مستوى من رضا العملاء، ليكون منتجنا هو الأفضل في مجال الخدمات التي تقدمها الشركة، والنهوض في نوعية الحياة ومتابعة واستخدام أحدث التقنيات في الميدان، باستمرار العمل على إضافة قيم جديدة كل يوم، واستبدال عقلية تقديم المنتجات ذات الجودة للعميل المحدد. ولكن هدفنا بمثابة تقديم جودة المنتجات للجميع بطريقة مستمرة من أجل تطوير الشراكات، كما أننا نهدف إلى الحفاظ على رضا الموظف على أعلى مستوى، وكذلك النظر في سلامة العمل وسلامة العمال. وأخيرا، هدفنا أن نكون نموذجا وخطوة متقدمة على الشركات التي هي في نفس مجال النشاط.